استشهد 8 فلسطينيين من بينهم رضيعة في قصف الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح ومخيم البريج وسط غزة. وفي حصيلة غير نهائي ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 40,000 وأكثر من 400 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابة. Thank you.